عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا سابع؟ اليوم لنأخذ الدرس 11 وهو الإحسان إلى البنات. حديث شريف رواه أبي سعيد الخدري. رح نقرأ الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون لأحدكم ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. لا يكون لأحدكم ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. صدق رسول الله الكريم. طبعا بداية بدنا نتعرف على راوي الحديث الشريف أبي سعيد الخدري. أبي سعيد الخدري هو الصحابي الجليل سعد بن مالك بن سنان الخزرجي. طبعا سعد بن مالك لم يسمح له النبي عليه الصلاة والسلام بالقتال في معركة أحد لأنه كان صغيرا في السن، وكان من كبار علماء الصحابة رضي الله عنه، توفي في سنة 74 للهجرة. أما بالنسبة لمعنى الحديث ومضمونه، فالإسلام اهتم بشكل كبير بالأبناء والبنات والإحسان إليهم، فجعل الله سبحانه وتعالى حقوقا للأولاد حتى قبل ولادتهم، وذلك باختيار الزوج الصالح واختيار الزوجة الصالحة ليعينوا بعضهم على تربية الأبناء والبنات وعلى رعايتهم. كما أنهم بعد أن أتوا كان للأبناء والبنات الكثير من الحقوق، وأخذنا يا مس بكثير من الدروس السابقة عن الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى، سواء كانت حقوق مادية أو معنوية كالنفقة على الأبناء، كتربية الأبناء وتعليم الأبناء وعدم التمييز بينهم والعدل بينهم. اهتم الإسلام بالإحسان إليهم ورعايتهم، إلا أنه خص البنات بمزيد من الرعاية والاهتمام، فأمر بالإحسان إليهن ورتب على الإحسان إليهن الأجر العظيم. الحديث الشريف يؤكد حقيقة أن الرعاية سبب في النجاة من النار. تخيل أنه من كان له بنات أو أخوات ورعاهن رعاية يعني حثيثة، كان ذلك سبب لدخوله الجنة. وأيضا بيّن أن رعاية البنات مش واجب الآباء فقط، وإنما واجب الأخوة والأخوات، عندما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أو ثلاث أخوات فأحسن إليهن. وهذا يدل على ضرورة صلة الرحم، ضرورة الإحسان إلى الأخوات. ننظر إلى الأمور التي تشمل رعاية البنات. أول شيء التربية الصالحة، أكيد أوجب الإسلام تربية البنات تربية صالحة، توجيههن لكل شيء فيه شيء ينفعهن من تعليم الخلق، من التعليم، من يعني تعليمهم الأخلاق الحسنة، تعليمهم الدراسة، تعليمهم الصلاة، تعليمهم الدين، تنشئتهم على التنشئة الصالحة، يعني من البنات وهم صغار نعلمهم على الحجاب وعلى اللبس الساتر وعلى الكلام المهذب، وذلك طبعا لأنه له أثر كبير في ترسيخ هذه الأخلاق الحسنة في نفوسهن عندما يكبرن. فأنا من وهم صغار الأصل أن أزرع فيها حب الحجاب وحب الستر وحب اللباس الساتر وحب سماع القرآن، حتى إذا كبرت أصبح ذلك يعني في نفوسهن ثابت من الثوابت. إذن الشيء الأول وهو واجب على البنات وعلى الأولاد التربية الصالحة، الأصل أن نربي أبنائنا تربية صالحة وننشئهم على محبة طاعة الله تعالى. النوع الثاني أو الرعاية الثانية للبنات تشمل المعاملة الحسنة والرفق بهن، أن نعاملهن معاملة حسنة ونرفق بهن. النبي عليه الصلاة والسلام كان معروف بحسن معاملته للبنات، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حمل حفيدته أمامة بنت أبي العاص رضي الله عنها وهي صغيرة كان يصلي وهو يحملها، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. هذا دليل على رفقه صلى الله عليه وسلم على حسن معاملته للبنات. إذن التربية الصالحة، حسن المعاملة والرفق في البنات، أيضا العدل بينها وبين الذكور، أن نكون عادلين بين البنات وبين الذكور. في بعض الناس بميزوا بيعطوا للذكور أكثر من البنات. الإسلام دلنا على أننا يجب أن نعدل بين البنات وبين الذكور. روي أن رجلا كان جالسا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء
بني له يعني ابن لهذا الرجل، فأخذه فقعده وأجلسه في حجره، ثم جاءت ابنة لهذا الرجل فأجلسها إلى جانبه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فما عدلت بينهما، ما عدلت بينهم، لأنك حطيت هذا بحضنك وهذيك البنت حطيتها جنبك. ما تشوف قديش النبي عليه الصلاة والسلام حريص على أن يعدل بين الأبناء والبنات حتى في هذه الأشياء اللي بجوز الناس ما بتنتبه لها. أيضا من العدل بين الأبناء والبنات أن نعطي البنت ميراثها. بعض العائلات تحرم البنات من ميراثهم لأنهم بيعتقدوا أنهم هيك بيضيعوا أموال العائلة إلى الناس الغرباء، يعني زوج البنت بيعتبروه غريب فما بيعطوا البنات ميراثهم، وهذا ظلم أنك تحرم، أنه الأب يحرم بنته أو الأخ يحرم أخته من قضاء، من إشي ربنا قضى لها ومن حق ربنا يعني حدد لها. هذا شيء يعني الأصل أن يعني يبتعد عنه الإنسان، لأنه إذا حرم البنت من الميراث كان له الإثم والوزر العظيم. طبعا آخر شيء من الحقوق اللي أو الأشياء التي يجب أن نحسن للبنات فيها النفقة عليها، بأن نؤمن لها حاجاتها من مأكل ومشرب وملبس ومسكن، نؤمن لها الحياة الكريمة، وذلك طبعا حسب القدرة والاستطاعة، لا كلف الله نفسا إلا وسعها، لكن نفقة البنت تكون عليها. في استفسار من البعض إنه وبعض الشبهات اللي بيدخلوا فيها الكفار لديننا بيحكوا: لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث؟ ليش الذكر بياخد أكثر من البنت بالضعف؟ ليش؟ ومن عدل الله تعالى صراحة، الله سبحانه وتعالى خص البنت بكثير من الأمور التي لم يخص الذكر فيها، ولكن ليش أعطى للذكر مثل حظ الأنثيين هون؟ لأن الرجل هو المسؤول عن النفقة في كل أحواله، هو اللي بيدفع المهر، هو اللي بيأمن النفقة للأبناء، هو اللي بيأمن المسكن والمأكل والمشرب، هي كلها أشياء مطلوب منها، والبنت دائما ينفق عليها سواء كانت زوجة أو أم أو بنت أو أخت، هي دائما، هي إحنا حكينا لكم واجب الرجل أو واجب الأب أو الأخ النفقة عليها، واجب أن يؤمن لها حاجاتها. بما أنه البنت مؤمنة حاجاتها شو ما كانت، أما أختا بنتا زوجة، فهنا من عدل الله تعالى أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن من عدل الله تعالى أن يكون الميراث يعني بالنسبة للذكر أكثر من الأنثى. لهون بنكون وصلنا لنهاية درسنا لليوم. خلينا نشوف الأسئلة. عدد 3 من حقوق البنات على آبائهن وإخواتهن. طبعا أول حق حكينا يا مس، أول حق التربية الصالحة والمعاملة الحسنة والرفق واللين والعدل بينها وبين الذكور. هذا السؤال الأول. أما السؤال الثاني، بين حق البنت على والدها التربية الصالحة، يعني من حقوق البنت على والدها التربية الصالحة، وضح ذلك، كيف تكون التربية الصالحة حق. تكون التربية الصالحة حق بتربيتها وتوجيهها إلى كل ما ينفعها، إذن من خلق حسن وتعليمها وغرس حب الوطن والدين. هذا إجابة السؤال الثاني، إجابة السؤال الثاني. أما السؤال الثالث، استخرج من الدرس دليلا على حسن معاملة النبي عليه الصلاة والسلام للبنات عندما كانت تأتي حفيدته أمامة بنت أبي العاص. هون السؤال الثالث، حفيدته أمامة وكان يحملها وهو يصلي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثالث، فإجابة السؤال الثالث. السؤال الرابع، ضع إشارة صح أو خطأ. ألف، راوي الحديث الشريف هو أبو هريرة. طبعا راوي الحديث الشريف هو مش أبي هريرة، راوي الحديث الشريف هو أبي سعيد الخدري. إذن خطأ، خطأ الأول. الإحسان إلى البنات واجب الآباء والأمهات فقط، أكيد خطأ، والأخوة والأخوات أيضا. يعطى الأبناء الذكور فقط الميراث، أكيد خطأ، يعطى البنات والذكور. إذن ألف خطأ، باء خطأ، جيم خطأ. لهون بنكون وصلنا لنهاية الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.